يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز محبة الأقارب إذا كانوا كفاراً محبة طبيعية، وكذلك محبة البلاد الكافرة إذا كان المرء من تلك البلاد؟ هذه ما هي محبة دينية، ما يحبها من أجل الدين، إنما يحبها حباً طبيعياً لأنه نشأ فيها، يحب عشيرة وأقاربه وإن كانوا كفاراً، محبة طبيعية ما هي دينية، ولذلك لا يقدمها على محبة الله ورسوله وعلى طاعة الله ورسوله. نعم.